بشرى غسان المنسقة الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات للممرضين والممرضات المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين. اليوم 16 شتنبر 2020 نظمنا وقفة احتجاجية اللي هي الوقفة الثالثة في مسلسل نضالاتنا الذي استأنفناه أواخر غش. استأنفناه مع خروج مرسوم المجزرة المرسوم الذي صدق علينا بسنتين جزافيتين منذ 2017 ونحن نناضل من أجل ترقية استثنائية عادلة، ترقية استثنائية لكل ممرض من سلم حالي إلى سلم موالي. فنتفاجأ بمرسوم مجزرة بإعطائنا سنتين جزافيتين، سنتين جزافيتين لا تساوي كرامة ممرض أفنى شبابه في خدمة الوطن والمواطن، لا تلبي كرامة ممرض بفضله تقدمت المؤشرات الصحية على مستوى العالمي، بفضله تطورت البنية الصحية ديال المغرب ديالنا، واش تكون المكافأة ديالو سنتين جزافيتين. نحن نأمل أن ذاك الممرض يخرج بتقاعد يعيش بكرامة، هذا هو الأمل ديالنا، يعني ترقية استثنائية لا محيد عنها، ترقية استثنائية من سلم إلى سلم وبصفر ضحية. واليوم كنعاود ناكدوا الرسالة ديالنا للوزير بأننا مصممين على المطلب ديالنا، لا تنازل ولا استسلام حتى تحقيق هذه الترقية، ومستعدين للنضال حتى تحقيق بمشيئة الله. وشكرا. جنان فاطمة الزهراء ممرضة مجازة من الدولة تكوين سنتين رئيسة قسم كوفيد. احنا هذه الوقفة هذه اللي حنايا واقفينها دابا كنعبروا على الاستياء ديالنا اللي جابه المرسوم الاخر لينا على اننا خدينا سنتين جزافيتين. حنا كنناضلوا من اجل ترقية استثنائية باش نرجعوا الكرامة ديالنا، فإذا بنا نفاجأ أننا عندنا سنتين جزافيتين. نحن نرفض رفضا باتا لسنتين جزافيتين، نحن نقول نعم للترقية الاستثنائية. علاش؟ لأن الترقية هي اللي غترجع لنا الكرامة ديالنا. حنا خدمنا لعقود وعقود وعقود، حنا كنخدموا كناضلوا من أجل باش المنظومة الصحية تنهض، هما نهضوا بثلاث سنوات، حنا مع الرقي، حنا مع التمريض ديال ثلاث سنوات، ولكن ماشي على حساب ممرضين ديال سنتين. حنا بغينا ترقية استثنائية باش نرجعوا الكرامة ديالنا ونرجعوا الاعتبار ديالنا. حنا نرفض رفضا باتا سنتين جزافيتين. الله يبارك.